سنأخذ مثال على الـ Z parameter. نقول determine the Z parameter for the circuit. هذه السيركت عندي بيها هنا مقاومة 20 أوم، مقاومة 30 أوم، مقاومة 40 أوم. إذا هذه إجيت أريد أحدد بيها Z parameter اللي هي Z 11 1 2 أو 2 1 أو 2 2 عشان راح نطبقها. نقول we apply a voltage source V1 to the input port and leave the output port open. إيش وقت لما أريد أحدد Z11 وZ21؟ إجهزة ثبت الدائرة من جديد، فرض وجود مصدر V1 يجهز لتيار I1 إلى هذه المنظومة، وافترض وجود مصدر V2 غير مربوط، فبالتالي بالنتيجة يكون تيار I2 صفر اللي داخل هذه الدائرة. بالحالة الأولى. بالحالة الثانية أجي نفس الدائرة أفترض بها أن V1 موجود غير مربوط، فتجهيز التيار من عنده صفر، وموجود عندي مربوط V2 يجهز لقيمة التيار الثاني ليكون إلى قيمة. بس نجي على الحالة الأولى حتى أحسب Z11 وZ21. نأخذ الربط الأول، نقول بهاي الحالة الأولى أجي أقارن. نقول Z11، Z11 هي أساسا إحنا عندنا بالقانون Z11 هي V1 إلى I1. زين، هنا V1 أنا ما أعرف قيمة إيش قد، لكن إذا افترضت إنه هذا الجزء هو يكون open circuit حتى ما يمرر لي تيار، يعني شو وقت ما يمر تيار من عندي جزء مفتوح، فلذلك راح افترض هذا الجزء open circuit. تمام، فهذه المقاومة ما راح يكون لها أي تأثير على هذا الربط، فتكون قيمة الفولتية هنا هي التيار في مجموع الموانعات الموجودة أو المقاومات الموجودة، فيصير I1 في 20 زائد 40 هاي قيمة الفولتية. وحسب القانون Z11 هي V1 هاي طلعناها، والI1 هي I1 فطلعت لي قيمة 60 أوم هاي قيمة Z11. في حين Z21 راح تساوي لي حسب القانون هي V21 إلى I1. زين الـ V2 عشان راح أطلعها أرجع لنفس الشكل. الـ V2 هنا هي نفس الفولتية اللي راح تكون موجودة عندي هنا، نفس الفولتية اللي راح تكون موجودة عندي على 40 أوم، لأن بما أنه هذا الجزء راح ويا الـ open، فالفولتية المفروض تكون هنا هي نفس ترى الفولتية اللي تكون هنا، راح أعتبر الفولتية هنا هي فولتية الـ output على 40 أوم. وقيمة الـ I1 في الـ 40 أوم. صح، فالV2 هي الـ 40 أوم في قيمة الـ I1 مقسمة أيضا إلى الـ I1 حسب القانون وتساوي 40 أوم. بس أوجدنا الـ Z11 والـ Z21. بس الحالة الثانية أجي أريد أحسب Z22 والـ Z12. بس هنا أريد أحسب Z22 والـ Z12. Z12 هي V1 إلى I2. بهاي الحالة قلنا مصدر الفولتية مفتوح، بالنتيجة التيار راح يمر صفر، وهذه الجزء تلقائيا راح ينلغي. صح، فراح تكون الدائرة عبارة عن مصدر مقاومة 30 أوم ومقاومة 40 أوم. إذا أجي أريد أحسب Z12 هي راح تكون فولتية الـ1 اللي هي نفسها الفولتية على أطراف الـ 40 أوم. تمام، صح، نفس الفولتية اللي على أطراف الـ 40 أوم. راح نرجع للقانون، نجي هنا نقول Z12 هي V1 على I2، قلنا فولتية الـ1 هي نفس الفولتية على أطراف المقاومة 40 أوم، فهي تكون قيمة التيار الثاني اللي مر لها هذه V2 وهذه I2. هنا هاي المقاومة قيمتها 30 أوم مربوطة أعتقد، صح 30 نعم، وهنا 40 أوم. قلنا هاي راح أعتبرها output، فهنا راح أعتبر الفولتية اللي مربوطة هنا هي V1 هي فولتية الأوتبوت بالنسبة لهذا الطرف. تمام، فولتية الأوتبوت بالنسبة لهذا الطرف في V1 هي الـ I2 في الـ 40 أوم، ومقسمة على الـ I2 حسب القانون تطلع لي قيمة الـ 1 2 هي 40 أوم. فولتية الـ Z22 هي عبارة عن قيمة فولتية الـ 2 على تيار الثاني. الفولتية هنا هي التيار الثاني في مجموع المقاومتين، 30 زائد 40 على تيار الثاني.
عفوا 30 في 4 زائد 40 في التيار الثاني على التيار الثاني تطلع لي 70.